السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة من قناة سارة لاف كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة سكارف حريمي. السكارف هيكون بغرزة جديدة اسمها غرزة ريشة الطائر. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك دايما كل جديد. ولو انت من المتابعين فما تنسيش ان انت تعملي لايك للفيديو علشان ده بيشجعني ان انا دايما انزلك افكار مختلفة وحاجات كتيرة من الحاجات اللي انتوا بتطلبوها. ودلوقتي قبل ما نشتغل تعالوا نشوف ايه هي الخامات والادوات اللي احنا هنستخدمها. انا هستخدم خيط جديد اسمه خيط برنسيس سويت كيك. الخيط ده انا كنت عملت عنه ريفيو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاع الريفيو تحت في صندوق الوصف. وهنستخدم ابرة مناسبة للخيط. انا هستخدم ابرة 7 لان الغرزة اللي انا هستخدمها دي غرزة محملة، فلو استخدمت ابرة اصغر من كده السكارف هيطلع معايا ناشف كده وكأنه متخشب. والسكارف المفروض ان هو علشان يدفي يكون فلافي ما يكونش ناشف. وهستخدم كمان الماركر بتاعة العلامات. تعالوا نشوف هنشتغل ازاي. هنبتدي ان احنا نشتغل. هعمل سلسلة. انا عايزة اعمل سلسلة يكون طولها 15 سنتي لان انا عايزة عرض السكارف يكون تقريبا 16 او 17 سنتي، وطبعا مع الشغل العرض بيزيد شوية معايا، فانا هعمل السلسلة طولها 15 سنتي. بس اهم حاجة بالنسبة لي انه يكون عدد سلاسل فردي. انا كده عملت 21 سلسلة عدد فردي. هبتدي اشوف اقيس الطول تقريبا اهو 15 سنتي. هبتدي بقى اخد سلسلة ارتفاع والف السلسلة. السلسلة بيبقى ليها حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية، وفي الظهر في الجزء اللي عامل زي المطب ده اسمه السيرد لوب. انا دايما في السكارفات ما بشتغلش في السلسلة نفسها، بشتغل في السيرد لوب ده علشان تفضل السلسلة بتمط كده ويبقى اول الشغل زي اخره. انا عملت سلسلة الارتفاع. هاخد لفة على الابرة وهلف الشغل. اول سيرد لوب ده ماليش دعوة بيه. تاني واحد هدخل من تحته اهو بالشكل ده كده واعمل نص عمود. ودايما اول غرزة في السطر بحب ان انا احط فيها ماركر علشان ما تتوهش مني. اللي بعدها برضو لفة على الابرة، وبرضو في جزء السيرد لوب ده اهو بدخل الابرة من تحته واسحب الخيط واعمل نص عمود. هفضل اشتغل السطر كله بالطريقة دي، ان انا بعمل نص عمود في السيرد لوب. المفروض هيطلع معايا في الاخر 21 نص عمود. هكمل السطر وارجع لكم تاني علشان نشوف هنعمل السطر اللي بعده ازاي. طيب يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خلصت السطر كله نص عمود، بقى عندي 21 غرزة نص عمود. شايفين بقى عشان كنت بشتغل في السيرد لوب شكل الجزء اللي تحت عامل ازاي بالظبط نفس الشكل اللي فوق، وهو ده اللي انا عايزاه. هبتدي بقى السطر اللي بعده. هاخد سلسلة ارتفاع والف الشغل، وفي اول غرزة تقابلني هشتغل نص عمود، وبرضو لانها اول غرزة هحط الماركر بتاعي، وبعد كده هشتغل سلسلة وهفوت غرزة من تحت، وفي اللي بعدها هشتغل نص عمود وبعدين سلسلة وفوت غرزة من تحت واشتغل
نص عمود، وهفضل اشتغل السطر ده كده كله لحد ما اوصل لاخره. هشتغل نص عمود سلسله وافوت قصادها سلسله من تحت، واشتغل نص عمود وهكذا لحد ما اخلص السطر. هخلص السطر وارجع لكم تاني علشان نشوف السطر اللي بعده هيبقى عامل ازاي. طيب يا بنات ورجعنا تاني. انا بس كل اللي حصل ان انا يعني حسيت ان اللون اللي احنا كنا شغالين بيه ممكن يبقى غامق، ما يبقاش باين كويس في التصوير، فما تبقوش شايفين الغرزة بتتعمل ازاي. فاشتغلت نفس اللي احنا كنا اشتغلناه مع بعض بخيط افتح شوية، اشتغلت السلاسل عادي، واشتغلت النص عمود في السطر الاولاني، والسطر التاني اشتغلت اللي هو نص عمود سلسلة نص عمود وهكذا. وصلت خلاص لاخر السطر. اخر حاجة كنت اشتغلتها كان النص عمود، هعمل سلسلة، هلاقي ان انا كان باقي عندي تحت غرزتين اهم، واحدة اللي اتفقنا ان احنا بنفوتها، والتانية بنشتغل فيها نص عمود، ودي اللي هي خلاص الاخيرة في السطر. يبقى انا كده ماشية صح. يبقى انا كده خلاص خلصت السطر ده. هبتدي اول سطر معايا بقى، وهيبتدي ان هو يكون شكل الغرزة. برتفع برضو بسلسلة وبلف الشغل، وفي اول غرزة تقابلني بشتغل فيها نص عمود، ودايما اول غرزة بشتغل فيها نص عمود. ادي نص عمود اهو، وبحط الماركر بتاعي، وبعد كده سلسلة. انا اساسي معايا في اول السطر دايما نص عمود سلسلة، وبعدين هنشتغل بقى الغرزة. هي تعتبر يعني نفس طريقة غرزة الباف بس بتكنيك مختلف شوية. احنا في غرزة الباف بندخل دايما في نفس المكان كل مرة، دي لا، احنا هندخل نشتغل في اماكن مختلفة. تعالوا نشوف عملي. هلف الخيط على الابرة، وهدخل فين بقى؟ ده اول مكان، وتاني مكان فاكرين السلسلة او يعني فاكرين الغرزة اللي احنا كنا فوتناها في السطر اللي تحته، ده تاني مكان. تالت مكان الفراغ اللي بعده. يبقى هلف على الابرة وادخل اهو في الفراغ الاولاني، اسحب الخيط واشده كده بحيث ان هو تبقى الابرة عدلة مستقيمة معايا، وارجع الف تاني الخيط على الابرة، وهدخل فين؟ الغرزة اللي في السطر اللي تحت اللي كنت سبتها ما اشتغلتش فيها، هدخل من تحتها واسحب الخيط واشده لحد برضو ما يبقى نفس الطول، والف الخيط تاني على الابرة، وادخل في الفراغ اللي بعده واسحب الخيط واشده يبقوا نفس الطول كلهم كده، وبعد كده الف الخيط على الابرة واخرجه من الحلقات اللي معايا على الابرة كلها، وبعد كده سلسلة. طيب تاني بلف الخيط على الابرة وبدخل في الفراغ، اسحب الخيط واشده لفوق شوية، الف الخيط تاني على الابرة، وهدخل في الغرزة اللي تحت اللي احنا كنا فوتناها، واسحب الخيط واشده تاني لفوق، والف على الابرة المرة التالتة، وفي الفراغ اللي بعدها بدخل الإبرة وشد الخيط وارفعه لفوق. هيبقى في عندي 7 حلقات على الإبرة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط واخرجه من ال7 حلقات دول كله، وبعد كده اعمل سلسلة. هي سهلة بس محتاجة بس ان انت ايه تكرريها مرة واتنين، هتبصي تلاقي نفسك خلاص حفظتيها وايدك بقت شغلها اوتوماتيك. نعملها مع بعض مرة كمان. بلف الخيط على الابرة وبدخل من اول فراغ يقابلني واللي هو انا كنت اشتغلت فيه في الغرزة اللي فاتت، بدخل فيه اهو واشد الخيط واسحبه لفوق، الف الخيط مرة تانية على الابرة، وادخل من السلسلة اللي احنا فوتناها واسحب الخيط واشده لفوق، والف لتالت مرة وادخل في الفراغ اللي بعدها واسحب الخيط واشده لفوق، وبعد كده الف الخيط على الابرة واخرجه من الحلقات كلها،
وبعد كده اعمل سلسله. هفضل اكمل الكلام ده بقى لحد السطر ما يخلص، ونشوف هننهي السطر مع بعض ازاي. طيب انا كده خلاص وصلت لاخر السطر، ده اخر فراغ اهو. هنشوف بقى هنشتغل في اخر فراغ ده ازاي. بنفس الطريقة هلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ ده واسحب الخيط، والف الخيط على الابرة وادخل في السلسلة اللي كنا فوتناها واسحب الخيط، والف الخيط على الابرة. طيب انا المفروض ان انا دلوقتي كنت بدخل في الفراغ اللي بعده، طب انا ما عنديش فراغ بعده، هدخل فين؟ هبتدي لو فتحت بايدي كده هنا هلاقي ان انا في عندي الفراغ ده اللي هو المكان اللي كنا عملنا فيه سلسلة وبعدين النص عمود، هو ده. هدخل فيه واشد، اسحب الخيط واشده لفوق اهو، والف الخيط على الابرة واخرج من الحلقات كلها، وبرضو اعمل السلسلة. انا في البداية هنا ابتديت نص عمود وبعدين سلسلة، يبقى هنا اخر حاجة معايا لو هاجي من ناحية الشمال يبقى برضو المفروض معايا نص عمود سلسلة. انا اشتغلت خلاص السلسلة، هشتغل بقى النص عمود. هشيل الماركر، وفي المكان اللي كان فيه الماركر ده هبتدي ان انا اشتغل النص عمود. وبقى انا كده خلصت اول سطر. هنشتغل بقى تاني سطر، وتاني سطر ده هيكون سطر تكراري، هو اللي هنفضل نشتغل بيه لحد ما نخلص السكارف. زي ما اتفقنا البداية ثابتة، سلسلة، ألف الشغل، أعمل نص عمود، أحط الماركر بتاعي في أول غرزة، وبعدين سلسلة. ده كده ثابت معايا. طيب فين بقى هنا التلات اماكن اللي انا المفروض هدخل فيهم؟ لو شديت كده بايديا هبص الاقي عندي ادي فراغ الاولاني، ادي ده اهو الفراغ التاني، وده الفراغ التالت، هما باينين من غير حاجة اهو. هلف الخيط على الابرة وادخل من الفراغ الاولاني واسحب الخيط، والف الخيط تاني على الابرة وادخل من الفراغ التاني. دايما التاني بيبقى الفراغ اللي تحت الاولاني على طول اهو، والف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ التالت واللي هو بيبقى جنب الاولاني. يبقى انا باخد الفراغ الاولاني وبعدين اللي تحته وبعدين اللي جنبه، والف الخيط واخرج واعمل سلسلة. الفراغات اللي بعديها، اول واحد نفس الفراغ اللي كنت لسه شغالة فيه اهو في الاخر، ادي واحد وبعدين ادي اللي تحته وبعدين ادي اللي جنبه في السطر اللي فوق. هلف الخيط على الابرة، هدخل من الفراغ الاولاني واسحب الخيط، لف الخيط على الابرة، هدخل من الفراغ التاني واسحب الخيط، هلف الخيط على الابرة وادخل من الفراغ التالت واسحب الخيط، لف الخيط على الابرة واخرج من الحلقات كلها واعمل سلسلة. الغرزة سهلة ما فيهاش اي حاجة، نعملها مع بعض مرة كمان علشان تكونوا خلاص متأكدين ان انتوا هتعرفوا تعملوها. بلف الخيط على الابرة، بدخل ادي ده اول فراغ، اللي تحته اهو تاني فراغ، ده تالت فراغ، هدخل في اول فراغ واسحب الخيط، هلف الخيط على الابرة، هدخل في تاني فراغ واسحب الخيط، هلف الخيط على الابرة وادخل في تالت فراغ واسحب الخيط، وبعدين هلف الخيط على الابرة واخرجه من كل الحلقات اللي معايا على الابرة واعمل سلسلة. هخلص السطر ده وبعد كده نشوف هنعمل السطر اللي بعده ازاي. طيب يا بنات انا كده خلاص وصلت تقريبا لاخر السطر، عشان اراجع معاكم بس اخر السطر هنشتغله هيكون عامل ازاي. فين الثلاث فراغات اللي في اخر السطر؟ ادي اول فراغ اهو وادي تاني فراغ، دول واضحين جدا. التالت فين بقى؟ لما بشد كده اهو بيبتدي يبان معايا الفراغ التالت. يبقى هشتغل هلف الخيط على الابرة، ادخل اول فراغ واسحب الخيط،
الف الخيط على الابره، تاني فراغ واسحب الخيط، هلف الخيط على الابره وادي اهو، تالت فراغ واسحب الخيط، وبعد كده الف الخيط على الابره واخرج من الحلقات كلها وسلسله، وهنهي زي ما نهيت في السطر اللي فات ان في الغرزه اللي فيها الماركر بشتغل فيها نص عمود، والسطر ده بقى خلاص السطر ده بيكون تكراري معايا لحد ما بوصل لطول السكارف اللي انا عايزاه. هكمل انا بقى السكارف بالخيط الاساسي اللي احنا كنا شغالين بيه وارجع لكم تاني علشان تشوفوا شكله النهائي بقى عامل ازاي. على ما اشتغل انا بقى وارجع لكم تاني تكونوا انتوا اشتركتوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتكونوا عملتوا لايك لو لسه ما عملتوش لايك. هرجع لكم تاني. طيب يا بنات رجعت لكم تاني اهو بعد ما خلاص اشتغلت في السكارف الاساسي بقى نفسه، واديتكم فرصة ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، اوعوا تكونوا نسيتوا. بس قبل ما اكمل بقية السطر واعمل سطر النهاية، حابة بس ان انا اوريكم حاجة. انا عملت عينة صغيرة، احنا زي ما انتوا فاكرين انه الخيط مكتوب عليه ان احنا نشتغل بإبرة مقاس 5، ابرة كروشيه مقاس 5، وانا في اول الفيديو قلت لكم ان انا هشتغل بإبرة مقاس 7، علشان في دايما ناس بتعترض على انه احنا نشتغل بحاجة غير اللي مكتوبة على الخيط. طيب شايفين دي بمقاس 5، ويعني مش هضضة، يعني صعب قوي ان انت تلبسي سكارف او تحطيه على رقبتك ويبقى ناشف ومشدد بالطريقة دي. شايفين ده طري، يعني مش هيضايقك ابدا ان انت تحطيه على رقبتك او ان انت تلفيه او اي حاجة. فحتة ان هو المقاس اللي نشتغل بيه، مقاس الابرة اللي نشتغل بيها دي بتختلف على حسب انت شدت ايدك للخيط، وعلى حسب الغرزة اللي انت هتشتغليها، وعلى حسب حاجات كتير قوي. نرجع بقى دلوقتي تاني، خلاص انا هشتغل اخر غرزة اهو، نراجع مع بعض احنا كنا بنشتغل ازاي. انا خلاص عملت السلسلة وهبتدي الغرزة الجديدة، بلف الخيط على الابرة، بدخل في اول فراغ واسحب الخيط، بلف الخيط تاني على الابرة، وبدخل في الفراغ اللي تحته واسحب الخيط، وبعد كده بلف الخيط على الابرة وبدخل في الفراغ الاخير اهو واسحب الخيط، ولف الخيط على الابرة واخرجها من السبع حلقات، وبعدين سلسلة، وبنهي السطر بالنص عمود زي ما احنا متفقين. المفروض انا كده خلاص خلصت الغرزة بتاعتي. طيب فاكرين احنا لما اشتغلنا في اول سطر كنا بادئين ايه؟ كنا بادئين بنص عمود، وبعد كده ابتدينا نطلع عليه بالغرزة. فعايزين ننهي الشغل برضو هو كمان بنص عمود علشان يبقى الشكل من البداية نفس الشكل من النهاية. هنعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا اطلع سلسلة ارتفاع ولف الشغل. شايفين بقى كل الغرز دي هشتغل في كل الغرز دي نص عمود، وعلشان اتأكد ان انا ماشية صح المفروض ان عدد الغرز دي يكون نفس عدد السلاسل اللي انا ابتديت بيها السكارف. يعني انا لو ابتديت ب21 سلسلة دول يطلعوا 21، ابتديت ب19 دول يطلعوا 19، وهكذا. هبتدي بقى بعد ما خدت سلسلة الارتفاع ولفيت الشغل، هبتدي اخد اول نص عمود اهو في اول سلسلة تقابلني. مش هحط الماركر بقى خلاص، لان ده خلاص اخر سطر انا هشتغله وهقفل. وفي اللي بعدها هشتغل نص عمود، واللي بعدها نص عمود، وهفضل اشتغل بقى في كل الغرز اللي تقابلني في كل غرزة نص عمود لحد ما اخلص السطر. هخلص السطر وارجع لكم تاني، وبفكركم برضو ان انتوا تكونوا عملتوا اشتراك في القناة وفعلتوا زر الجرس. هخلص وارجع لكم تاني. طيب يا بنات انا خلاص اشتغلت نص عمود في الغرز كلها، ووصلت اهو لاخر غرزة. هشيل الماركر واشتغل
اخر نص عمود معايا في اخر غرزه، وعلشان خلاص اثبت الشغل ببتدي اعمل سلسله على الفاضي واشد بقى الخيط، وابقى انا كده خلاص ثبت الشغل معايا وبقت شكل النهايه زي بالظبط الشكل بتاع البدايه. وده كده الشكل النهائي للغرزه بتاعه السكارف اللي هي غرزه ريشه الطائر. السكارف ده طالع طوله معايا تقريبا 170 سنتي، وعرضه كان 16 سنتي او 16 ونص. انتوا فاكرين احنا ابتدينا ب 15 سنتي وقلنا علشان يعني بتكبر شويه معايا لما بشتغل، فهي طلعت تقريبا عرضه 16 ونص. يبقى السكارف 16 ونص في 170 خد معايا الشله كامله من برنسيس سويت كيك اللي هي ال 200 جرام 400 متر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد، وما تنسوش كمان ان انتوا تعملوا لايك للفيديو علشان تشجعوني ان انا اعمل لكم دايما فيديوهات وحاجات مختلفة، وكمان تشتركوا في الجروب بتاعي على الفيسبوك علشان تشاركوني دايما بتطبيقاتكم وايه اقتراحاتكم للفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها الفترة الجاية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.